برنامج آثار وأخبار، نقف على الآثار فلا نعرفها، وعلى الشواهد فلا ندركها، وفي الآثار والشواهد روائع الأخبار تحلو بها مجالس السمار. آثار وأخبار، برنامج تقدمه لكم آثار للأعمال التاريخية، ويصحبكم فيه الباحث في التاريخ عبد العزيز العويد. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم أيها الإخوة أيتها الأخوات في هذا اللقاء المتجدد من آثار وأخبار، والذي نسبر فيه شيئا من آثار الماضين ونحكي فيه جوانب من أخبار الغابرين. ولا يمكن لنا أن ندرك شيئا من تلك الأخبار إلا إذا وقفنا على تلك الآثار، فالآثار تحكي الأخبار، والأخبار مليئة بالعبر. بعد فراغنا من تاريخنا عن مكة، وقبلها تكلمنا عن تاريخ الكويت، ونحن نعيش في ربوع العالم الإسلامي الممتد في مساحة جغرافية واسعة، وامتداده في التاريخ أكثر من امتداده في الجغرافيا. فهذه المساحات الجغرافية مليئة بالآثار المشتملة على أخبار مليئة بالعبر والعظات. ومن أعظم تلك الآثار وتلك الحضارات التي فيها من العبر ما ينبغي الوقوف عليه هي مصر. مصر كعبة الدنيا وقبلة العالم ونبض العالم العربي والإسلامي. مصر هذا البلد العظيم الذي له امتداد تاريخي قديم جدا، وزاد من جلاله وبالغ في جماله بعد فتح المسلمين له إبان خلافة عمر رضي الله عنه، فعظمت الحضارة المصرية مزجت بين تاريخها الفرعوني وجلال القدر الإسلامي، فخرجت لنا حضارة عظيمة جدا. وعلى حد علمي القاصر وقراءة المتواضعة أنه منذ دخول الإسلام في مصر وإلى يومنا هذا ما فتئت مصر تعد أعظم بلد إسلامي. نعم، قد يكون هناك بعض المدن الإسلامية لها عمق ديني، فنفوس الناس وقلوبهم تستشرف لها دينيا كمكة والمدينة والقدس، وقد يصاحب هذا العمق الديني عمق تاريخي أو سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي أو غير ذلك من الأسباب. يعني أن هذه المدينة الإسلامية أو المدينة الدينية إن صح التعبير قد تكون ذات عمق سياسي أيضا، فيتخذ منها عاصمة لإحدى الدول في بعض الأزمان، كما حصل في مكة في أيام عبد الله بن الزبير، فقد اتخذها عاصمة لحكمه السياسي وهو أحد خلفاء المسلمين، وكما حصل في المدينة منذ عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، وكما حصل للكوفة في زمن علي رضي الله عنه، وكما حصل لدمشق في زمن بني أمية، وكما حصل لبغداد في زمن بني العباس، وهكذا. لكن مصر جمعت هذا كله عبر تاريخها، لأن بعض هذه المدن قد يقل شأنها بعد فراغها السياسي كبغداد أو دمشق، ما ذهب جمالها لكن قل شأنها. لكن مصر كان المسلمون يحسبون لها ألف حساب، وكانوا يرون أنها واجهة المسلمين في القرن الأفريقي، وإن كانت مصر تعد قديما ضمن حدود قارة آسيا، فهي بوابة آسيا إلى أفريقيا، لكن مع تغير الوقت وبحكم موقعها الجغرافي صارت تعد ضمن حدود أفريقيا. الكلام على مصر وعلى آثار مصر وعلى نبذ يسيرة من تاريخ مصر يحتاج إلى وقفات عدة. ما هو تاريخ الحضارة الفرعونية؟
من الذي حكم مصر قبل الإسلام؟ ما هو الغزو وما نوعه الذي تعرضت له مصر قبل الإسلام؟ من هم الأنبياء الذين استوطنوا مصر؟ وكيف جرى لهم من الأخبار مع أقوامهم؟ متى فتحت مصر؟ ولما فتحت مصر؟ وهل كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعرف مصر؟ ما أثر الإسلام على مصر وأهلها بعد دخول الإسلام؟ كيف كانت مصر ثقلا لا يمكن أن يستهان به بعد دخول الإسلام؟ ما هي الدول والممالك التي حكمت مصر في التاريخ الإسلامي؟ كيف استطاعت مصر أن تقمع كثيرا من الأطماع الغربية وغير الإسلامية على بلاد المسلمين؟ ما علاقة مصر ببلاد المغرب وأثر ذلك؟ ما علاقة مصر ببلاد الأندلس؟ ما علاقة مصر بالدولة العثمانية؟ ما هو وقع مصر بعد سقوط الدولة العثمانية؟ ما هي أبرز معالم تاريخ مصر في العالم الحديث؟ من هم رجالات مصر؟ ومن هم نساؤها؟ ما هي القبائل العربية التي استوطنت مصر عبر تاريخها؟ هل كان العرب يعرفون مصر قبل الإسلام؟ ما هو دور آل البيت في مصر؟ وهل فعلا لآل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجود قديم في تاريخ مصر؟ هل لهذه القبائل العربية والسلالة الهاشمية أثر باق إلى يومنا هذا؟ ما هي أشهر المدن المصرية وما أثر ذلك في العالم الإسلامي ماضيه وحاضره؟ ما هو النيل؟ ولما ارتبطت حضارة مصر بالنيل؟ ما عمقه التاريخي؟ ما عمقه الاقتصادي؟ ما عمقه الأمني؟ ما عمقه الاجتماعي؟ من هم أبرز علماء مصر؟ من هن أبرز عالمات مصر؟ ما هو دور مصر في نكبة فلسطين؟ وكيف استطاع المصريون أن يكتبوا تاريخا لهم لا يكتب إلا بماء الذهب؟ يا ساكني مصر إنا لا نزال على عهد الوفاء وإن غبنا مقيمين، هل لا بعثتم لنا من ماء نهركم شيئا نبل به أحشاء صادينا؟ كل المناهر بعد النيل آسنة، ما أبعد النيل إلا عن أمانينا. لا يهضم حق مصر إلا لمن لم يعرف مصر، لا يهضم حق مصر إلا لمن لم يلتزم وصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن لكم فيها ذمة ورحمة. لا يهضم حق مصر إلا لمن لم يقرأ تاريخها في العالم الإسلامي. مصر أطول تاريخ مستمر لدولة في العالم، لما يزيد عن 3000 عام قبل الميلاد. تميزت بوجود نهر النيل الذي يشق أرضها، والذي كان يعتبر السبب الأساسي لقيام حضارة عريقة بها. موقعها الجغرافي في الربط بين قارتي آسيا وأفريقيا، والارتباط بقارة أوروبا عن طريق البحر الأبيض المتوسط، كل هذا كان سببا رئيسيا في قيام حضارة عرفت بأنها أقدم حضارة في التاريخ البشري. دولة تقع في أقصى الشمال الشرقي من قارة إفريقيا، مجاورتها للبحر والتصاقها بشبه جزيرة سيناء الملاصقة لقارة آسيا، والحدود الطويلة الممتدة مع ليبيا والسودان وفلسطين والكيان الصهيوني المحتل، كل هذا أكسبها قوة مع ما تمتعت به مصر عبر قناة السويس التي تفصل الجزء الآسيوي عن الجزء الأفريقي. ثم هذه الصحراء العظيمة التي امتدت مساحة واسعة جغرافية وهي غير معمورة إلا في بعض أطرافها،
سكنتها القبائل العربية وجعلت منها صحراء عظيمة، كسبت مصر من خلالها بعدا طبيعيا لا يمكن أن يستهان به. اللغة العربية في مصر، هذه اللغة العظيمة التي يتكلم بها أهل مصر منذ فجر الإسلام وإلى يومنا هذا، وقد تأثرت مصر بالامتزاج القبلي من الناحية الاجتماعية في أن تخرج لنا لهجة ممزوجة من عدة قبائل قيسية ويمانية، فظهر لنا لهجة مصرية معروفة إذا تكلم الرجل عرفت منها مصريته، وهذه اللهجة ترجع في كثير من مفرداتها إلى اللغة العربية أو بعض اللغات الأجنبية بحكم امتزاج مصر بها امتزاجا سياسيا أو اقتصاديا أو جغرافيا أو غير ذلك. هذه اللغة العربية التي يتكلم بها المصريون دينا وجرثومة، دينا لأن أصلهم الدين الإسلامي، وجرثومة لأن جرثومهم وأصلهم هو العرب في كثير من سكانهم الذين يرجعون إلى أنساب وأصول عربية، أرادوا أن يمصروا لغة مصر وأن يجعلوها مصرية بعد أن كانت مضرية، فرد الله كيد المعتدين في نحورهم وظلت مصر مرتبطة ارتباطا واسعا بالدين الإسلامي وباللغة العربية. أنا على يقين تام أن تاريخ مصر لا يمكن أن يسطر في حلقات عدة، بل تاريخ مصر ينبغي أن يقرأ قراءة متأنية وأن يعرف ما في خبايا الزوايا من عظيم التحايا والثنايا، وأن يعرف لمصر قدرها وعظم شأنها. سنحاول إن شاء الله تعالى جاهدين في حلقات عدة أن نقف مع مصر بدءا من الحضارة الفرعونية، ثم نسرح في ميادين الحضارة الإسلامية وما كسبته مصر من آثار ما زالت موجودة إلى يومنا هذا، لتخبرنا أنها هنا قامت حضارات عريقة بدءا من الحضارة الفرعونية وحتى الحضارة الإسلامية، ممثلا بتلك الدويلات التي قامت على أرض مصر، سواء كان في أيام حكم الدولة الطولونية أو الدولة الإخشيدية أو الدولة الأيوبية أو الدولة الزنكية أو الدولة المملوكية أو الدولة العثمانية أو غيرها من الدول. كل هذا يحكي لنا تاريخا جميلا مليئا بالفوائد والعبر والعظات، فحي هلا لنمتطي طائرتنا إلى أرض مصر لنحط رحالنا هناك ونحكي شيئا من آثار مصر وأخبارها. قف بنا يا ساري حتى أريك بديع صنع الباري. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. قدمت لكم آثار للأعمال التاريخية، برنامج آثار وأخبار للباحث في التاريخ عبد العزيز العويد.